بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فمن تعجل في يومين فلا إثم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله